إحياء لليوم العالمي لتريزوميا، نظمتها اليوم جمعية أولياء التلاميذ لأطفال متلازمة داون وبمشاركة أطفال من هذه الفئة على مستوى الطريق السريع تيباز أبو إسماعيل، حملة تحسيسية تحت شعار نحبكم بزاف لفائدة المصابين بمتلازمة داون. اليوم قمنا مع الدرك الوطني لولاية تيبازا بتوزيع قصاصات المتمثلة في طفلة تريزوميا مكتوب فيها رانا هنا. الإجابة تاع رانا هنا رانا هنايا. الإجابة كانت يعني بالطبع على الميدان من طرف الدرك والشرطة، وراهم معانا الحمد لله، وكل الجمعيات على مستوى تيبازا تبنوا هذه الفكرة. وشاركت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازا في هذه الحملة بغية تقديم الحماية لمصابي داون عبر الطريق، وذلك بتوزيع ملصقات ومطويات على مستعملي الطريق. أحياء لليوم العالمي لتريزوميا الموافق ل 21 مارس من كل سنة، نسجل حضور قيادة الدرك الوطني من خلال حملة تحسيسية لفائدة المصابين بهذا المرض بغية تقديم الحماية لهم عبر الطرق من خلال تذكير مستعملي الطريق بهذه الفئة الهشة، وهذا بالعمل سويا رفقة الجمعيات والمجتمع المدني، وذلك لتوفير جو جد ملائم لتنقلاتهم اليومية. رغم المجهودات التي تبذلها السلطات والمجتمع المدني للتكفل بالمصابين بمتلازمة داون، تعاني هذه الفئة في صمت نتيجة غياب المناهج التعليمية الخاصة بهم.